لا أحد يمكن أن يرأف بك إلا الله. إن أذنبت لا تذهب لصديقك لتخبره، ولا لأمك لتشكو إليها، ولا لقريبك لتخبره بذنبك، وإنما كن على علم أن الذنوب لا يغفرها إلا الله. فضع الندم في قلبك والإقبال على ربك وتب إليه جل وعلا. قال عن أولياء الصالحين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وربهم يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حال المؤمنين الحق بلا إله إلا الله كلما رأوا في هذا الكون من آيات مسطورة أو منثورة دلهم ذلك على عظمة ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وإن من أعظم العلم الذي دعا إليه الإيمان بكلمة لا إله إلا الله أن تؤمن بعظمة ربه. ولا ينبغي لعاقل أن يخلو ساعة من نهار أن يتفكر فيها في عظمة ربه جل وعلا، حتى إذا ازداد علما ببعض أوصاف الخالق العظيم تبارك اسمه وجل ثناؤه زاد إقباله على الطاعة، زاد إحجامه عن المعصية. لكن الإنسان إذا كان عياذا بالله جاهلا ببعض أوصاف رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه، أي روح هذه تعزم به على الطاعة أن يأتيها، أو تحجم به عن المعصية أن يأتيها؟ قال السلف: كلما كان العبد بالله يعرف كان من الله أخوف. وخير ما يربي عليه المؤمن نفسه أن يربيها على تعظيم الله جل جلاله. يأخذ القرآن يتلوه، يرى في الآيات التي فيها حديث الله عن الله، فيها الإخبار عن الملكوت والجبروت الذي لرب العزة والجلال سبحانه تبارك اسمه وجل ثناؤه: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ويقرأ قول الله جل وعلا عن خليله إبراهيم وهو يدعو ربه ويتضرع إلى مولاه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما حكي عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقومه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وغيرهن من الآيات التي تظهر فيها بجلاء بعض صفات الخالق العظيم تبارك اسمه وجل ثناؤه. فإن هذا من مقتضيات الإيمان بلا إله إلا الله.